مماهير الساحات بلبنان على أي أساس بيتجمعوا ونشوفهم على التلفزيونات؟ هل على مبدأ العقيدة أم على مبدأ القضية؟ ما هو الرابط وليش تغيرت قناعات الجماهير والحشود اللبنانية من 2005 لليوم؟ تغيرت كثير بسبع سنين. هل لأنه السياسيين ما وفيوا بوعودهم؟ أو لأنه ما بقى في قضية؟ أو لأنه العقيدة صارت قديمة؟ مش مزبوط؟ القضية كل عمرها موجودة والعقيدة هي دايماً بعقولنا، بس في مشكل، في مشكل كبير كتير. شو المشكل لكان؟ رح نحكي الليلة عن جماهير 14 أدار، ورح نحكي الليلة عن جماهير 8 أدار، ورح نحكي عن النزلة على الشارع. هالشارع يلي لو عنده لسان كان قال أنا تعبت وقرفت حلوا عني. منشوف سوا. 14 أدار منه شعب شارع، هو شعب دولي. 2005 يعني ما حدا يحسب إنه هذه ملك 14 أدار الحالية. دولة الرئيس ميشيل عون ما بينزل جمهور، اللي بينزل جمهور غالباً هو جمهور حزب الله. مش إذا قلت أنا بحب الله، يعني وحدي بحب الله وكل يلي ما مش معي بالسياسة بأي أو بطريقة التفكير هني ضد هيدا الموضوع. أكبر أخطاء 14 أدار هو إنه اعتبارها الانسحاب السوري سنة 2005 كان نهاية النضال، في حين كان يجب أن يكون بداية النضال. عندهم قاعدة 14 أدار قاعدة شعبية أو من هالسلاح كله، بس يديروا بالهم عليها. ثلاث سنين مرقوا فيها أخطاء إلى أول ما إلى آخر، وما فيها احترام للتواصل مع الناس لسبب ما نزلوا الناس بوقت الحسن وبغير وقت الحسن. أول شيء حزب الله ما إنه بحاجة لحدا، بس بدي يحشد يعني. واحد اثنين، نحن عنا جمهورنا وبيتحرك معنا بمناسباتنا. نحن كلنا بنعرفه انه لما بيكون المظاهرات اللي عم يشتغل فيها 8 أدار بنعرف قد ايه بينزل حزب الله يلي هي نسبه 80% من المظاهره، وقد ايه باقي الاحزاب كلها من حزب القومي السوري والتيار الوطني الحر وحلفائهم وحركه امل كلياتهم بينزلوا 20% من باقي المظاهره. التيار الوطني الحر شيء و8 أدار شيء، نحن بتفاهم معهم. هلا نحن كتيار وطني حر اكيد كمان جمهورنا منه هو من سق مثل الغنم، اكيد في اشياء بيقتنع فيها بينزل، أكيد في إشي ما بيقتنع فيه ما بينزل. لأنه جمهور 8 أدار عنده قيادة حكيمة، شعب عنده قضية، لذلك الجمهور بيلبى الدعوة. فيما يخصنا نحن بتحس إنه في قيادة متماسكة عندها ثقة بنفسها، وبهالحالة حكماً هذا الشيء بينعكس إيجاباً على حضور الجمهور. اللي عنده قيادة حكيمة ما بيدعي لأنه ينزل ويحرد وليه ويقطعوا الطلقات. في ناس خيارهم حرق الدوليب، خيارهم يروحوا يتعسكروا بوجه الحكومة. نحن خيارنا حركة شعبية سلمية. شعب 14 أدار لازم يكون بالمؤسسات، بالمعامل، بالمصانع، بالحقول، عم بيزرع، عم بيعمر البلد، بالعيلة. هيدا مكاننا الطبيعي شعب 14 أدار، مش مكاننا بالأزقة وبالشوارع. نحن فيما يخص جمهورنا منه بحس حاله بمرحلة يعني بحاجة ليعمل هالتعبئة المطلقة. اليوم موجود بالحكومة فريقه السياسي عم بحاول يشتغل إلى آخره، منه مضطر يعمل يعني جهد استثنائي اليوم على مستوى الشارع. مش كل رأي 14 أزار غلط، ومش كل رأي 8 أزار غلط، ومش كل رأي 14 أزار صح، ولا كل رأي 8 أزار صح. جمهور 14 أزار محبط إلى حد ما. لازم أنت يعني كقيادات سياسية وكأحزاب سياسية تتعاطى باحترام مع جمهورها، تيضل جمهورها يعني حاضر أنه يكون بالنضال السياسي إلى جانبها. أنا برأيي هلأ ترجع 14 أزار تعترف بمسؤوليتها عن الأخطاء وبمسؤوليتها عن سوء العلاقة مع هذا الجمهور، أكيد تصطلح العلاقة وهذا الجمهور يعود. في شيء بسموه بالعالم The Average Man، يعني الرجال العادي أو المواطن العادي بالمجتمع.
كيف بيقيم هذا المواطن العادي التيارات السياسية بلبنان؟ كانت 8 أو كانت 14؟ بيرجع هالزلمة بيخلص شغله بيرجع على البيت عشية بيدور الأخبار على أمل إنه يشوف على التلفزيون استحقاقات للأشياء اللي هو بحاجة لها بتلبي مطالبه وعم بيحققوا له إياها 8 و14 أو 8 أو 14. إلا إنه مش بس بينصدم بيستقبله وودع ومين تغدى ومين تعشى عند مين، بينصدم هالمواطن العادي بكل الشعارات السياسية اللي أطلقوها 14 و8 أدار وما حدا منهم التزم فيها، معظم الشعارات السياسية اللي ما التزموا فيها. مشان هيك مش قادرين 14 أدار يجيبوا ناس وينزلون مثل ما كانوا يقدروا ينزلون، وقسم كبير منهم ما بقى ينزل لأنه مش عم يدفعوا لهم نقليات ويدفعوا لهم باصات ويدفعوا لهم أكل ويدفعوا لهم مي. جمهور 14 أدار ما بينزل على الطريق إلا لما تقنعوه بالقضية وتقنعوه بالهدف. جمهور 14 أدار جمهور متطلب ومتطلب جدا، إذا ما عندكم مشروع ما رح يلحقكم، وهيدا يلي عم بيصير اليوم، هيدا يلي بلش يبين وما انتبهوا له السياسيين من 2005 لليوم. دخلكم ما طلب هلأ من الروبورتاج الأستاذ الياس عطلة واللي هو من 14 أدار، طلب أن تعترف 14 أدار بأغلاطها وتعترف بسوء علاقتها مع جمهورها لحتى ينحل الموضوع. قبل كل شيء بالبداية قضية الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري اللي جمعت كل اللبنانيين، ولك بعدها اجت قضية إعمار بيروت، بعدها اجت قضية السلاح، صرنا كل يوم السلاح 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 السلاح، وهذا الموضوع ضل بإطار النشرات الإخبارية والشريط اللي عم يمرق على التلفزيونات إنه هالمواطن اللبناني همهم عمر له بيروت ونطلق شعارات لحتى نطير حكومة ونجي محلها. ما 14 أدار كانت موجودة بالحكم، كانت موجودة بالحكومة، شو تغير بلبنان؟ ما تغير شيء. اللي تغير إنه طار المشروع السياسي، بطل حدا من 14 أدار قادر يقنع جماعته. تاني نقول على 8 أدار، وضع 8 أدار مش أحسن لبل أسوأ بكتير صراحة. جماعة 8 أدار كانوا يطلعونا بشعارات قبل 2006 لا يهم لا يهمنا لا ماء ولا كهرباء ولا دواء في سبيل عدم تهجير أهلنا وعدم تدمير البيوت وعدم قتل الأطفال وكل ذلك في حمى السلاح. أي سلاح؟ أول شيء بطل في حدا بلبنان، تاني شيء البيوت تدمرت، الناس ماتت، أهلنا تهجروا وفلوا، ما بقى عنا لا مي ولا بقى عنا كهرباء ولا بقى عنا والدواء فاسد، والدواء فاسد. واليوم بيّن أنه جماعة 8 أدار ما وفيوا بوعدهم، وللأسف كل الإعلانات بالجرايد وبكل المواقع التواصل بتسهل للهجرة، ومحامين ومكاتب للمحاماة بيسهلوا للناس أنه يقدموا لهم وراءهم لحتى يفلوا. والسلاح يلي كان عم ينحكى فيه وأنه هو اللي بحيدافع عنا، عملنا أكبر انقسام بالبلد، أكبر انقسام طائفي شافه لبنان، أسوأ من الحروب اللي صارت قبل الطائفية. كل شيء جامع 8 أدار هو موضوع العقيدة. أولاً نحن بإنتحر نحترم جداً العقيدة ونحترم الولاء الديني ونحترم أنه الليدر تبعنا يكون هو الدين وهو كل شيء والإله بالنسبة لنا، ولكن هل يجوز أنه كرمال العقيدة نسحف على الشارع من دون ما نعرف شو القضية؟ بركي القضية هي قضية فتنة كبيرة بالبلد، بركي الخلاف هو خلاف سني شيعي وخلاف طائفي ومذهبي. هيك بينزل جمهور 8 أدار، ما حدا بيسأل يا جماعة ليش عم بتنزلونا، شو رح تحكوا اليوم، شو المشروع بكرة، شو عملتولنا مبارح. بعدين الشيخ أحمد الأسير مع احترامنا لإله، بس ما بقى عم نفهم بقضيته، إذا الحزب تاركه يعمل هيك لحتى يضعف 8 يضعف 14 أدار ويبينه بصورة سيئة، ولا في شي دولة عربية عم تدفع له مصاري لحتى يكون محل 14 أدار؟ بالحالتين إذا كانوا الاثنين وحدة منهم أي وحدة منهم، ما بعتقد إنه هيدا شي وصلنا لنتيجة وهيدا شي بيشرفنا. إنه ينزل على الكورنيش البحري بوجه البيتزا هات ويتم التعدي والاعتداء على القوى الأمنية لأنه ابنه توقف على حاجز وما معه ورق، يعني بصراحة جماعة 14 أدار بينزلوا على الشارع كرمال الأسير، وجماعة 8 أدار بينزلوا على الشارع كرمال السلاح. عن جد عيب بقى، عيب ننزل أول شيء ضد بعضنا، نحن اللبنانيين مش شاطرين ينزلوا إلا لبناني بوجه اللبناني. عملوا مظاهرات يا عمي ضد الإسرائيلي، طالبوا بمحاسبة كل سوري عم يتعرض لأمن الدولة، كل عامل أجنبي، كل حدا عم يعمل جريمة، نزلوا كرمال المعيشة على الطريق، نزلوا كرمال رغيف الخبز، نزلوا كرمال اللقمة نقدر نكلها آخر النهار ونطعمي أولادنا، خلي 14 و 8 ينزلوا كرمال الدواء، ينزلوا كرمال المدارس، ينزلوا كرمال كل شيء نحن بحاجة لقاله ما بنقدر نعيش بلاه. ولكن ما بقى في زعيم، ما بقى في نقابات بلبنان،
كل نقيب موظف عند السياسيين بلبنان ان كانوا من 8 ولا كانوا من 14، اصلا في عنا 700 نقابه مش موحدين، وكل نقيب لما بينزل على الشارع بينزل بيعمل مظاهره حتى يقبض حقه مصاري ويرجع ينسحب من الشارع. وما بقى عنا قيادات حزبيه بلبنان، ولكن بتضل القضيه اذا نحن قررنا انه القضيه تبقى. والدليل قضيه الاساتذه المتعاقدين، لما توحدوا الاساتذه وتوحدت نقاباتهم فرضوا حالهم فرض. هلا اكيد في نكايات بينهم وبين المئات، ولكن رح ياخذوا حقهم ورح ياخذوا البدهم اياه اذا ضلوا موحدين واذا ما حدا قدر يخرقهم وضلوا يطالبوا بحقوقهم. يا جماهير الساحات، الليله عم نحكيكم من انت حر، جماهير 8 وجماهير 14، انتم مش عارفين انه السلطه بايدكم، ويلي فيه بين ايديه سلطه وما بيعرف يستعملها بيخرب البلد. القرار بايد الجماهير، بايد اللبنانيين، بايد 8 و14. لهيك نحن كل حلقة بس نخلص منقول مش مهم تكون حر، المهم تلبق لك الحرية، مش مهم تاخد منصب ويكون عندك أحزاب ويكون عندك سلاح وتكون قوي، المهم تلبق لك وتعرف تستعملها، لما بيكون عندك قوة تعرف تستعملها. جمهور 14 أدار اليوم بطل عم ينزل، وهيدا شيء واضح صار على التلفزيونات، هيدا دليل خير، يبدو بلش يوعى أنه ما بقى في قضية عند السياسيين، وصار بدنا قائد جديد وصار بدنا قضية حقيقية وقضية جديدة. جمهور 8 أدار بعده عم ينزل، ومش هون المشكلة، في ينزل قد ما بده إذا ما أذي غيره، ولكن المشكلة إنه يعرف لأي قضية عم ينزل. يا أخي أقل شيء واحد بس يفتح باب بيته وينزل على الشارع يعرف ليش عم ينزل. المشكلة إنه يتعلم يبلش يسأل، ما يكون معمي وما يكون غير متطلب، إنه أنا ما بسأل خلاص بلتزم الصمت. لازم يكون متطلب، لازم يعمل مثل جمهور 14 أدار، يعني يبطل ينزل على الشارع. وهيك منخلص من جماهير الساحات كلهم سوا، منبلش من بيوتنا ومن صندوق الاقتراع نشتغل سياسي، نشتغل سياسي صح، نطلع زعيم حقيقي، نشتغل على مشروع جدي. والنتيجة النهائية ما في ولا 8 ولا 14 اليوم، ما بقى حدا منهم موجود مثل ما كانوا موجودين قبل أو مثل ما كانوا واعديننا، بقيت بس شعاراتهم اللي عم بتعبي هوا التلفزيونات صفحات الجرايد. 8 و14 خلصوا الجماعة، حضروا حالكم للبديل، حضروا حالكم نعم للوسطية مع موقف واضح ولبناني. والوسطية بتاخد من 2، بتاخد الصح من 14 وبتاخد الصح من 8، وبتكون أقوى من 8 و14، ومن دون ما نطلق لها اسم ونعطيها رقم بتخيل بتكون أكبر بكتير، بتكون على حجم الوطن.